من قلبه تجرأ على المعاصي ولم يباني. وأنت ترى الناس من أهل الخطايا اليوم، وكلنا ذو خطيئة، أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، لكن من الناس ما إن يخطئ حتى ينكسر، فبعض الناس ينكسر قبل أن يأتي الخطيئة. يرزق الحياة من الله وهو غاد إليها، فيمنعه الله، يعصمه الله من أن يأتي الخطيئة، إما لدعوة والدة أو لصلاة صلاها أو لمعروف سبق غدوه إلى المعصية فيعصمه الله منها.